إذا كمشتك مدامتك عم بتخونها مع رفقتها، برأيك شو بتعمل؟ أنا؟ أخذ الثالثة. تاخد شو؟ الثالثة. ثالثة؟ إيه. يا لطيف. أنا مو مثلكم ما نخاف. شو عم تحكي؟ إيه. تاخد الثالثة؟ إيه وأربعة. وبدي جيب عليكي ضر العيشي معكي صارت مرة، بدي جدد شبابي، بدي جدد شبابي واتجوز تاني مرة، ثالث مرة والرابعة. يا بي شفتوا رجال؟ لو أنا بعرف، لو والله أنا بعرف لك، أنا معاشرهم لكل رجال. آه بكون الواحد عنده غزال بالبيت وقمر وشمس وبيطلع بالنجم اللي حده. إذا كمشتي جوزك عم بيخونك مع رفيقتك، عم بيخونك، شو بتعملي فيه؟ بدعسه وبدعسها. يا بيه شو بتعملي؟ بدعسهم اثنيناتهم. ممنوع. ليش ممنوع؟ لا ممنوع يطلع بغيرك. ايه اكيد. انا انا معك. ايه اكيد. ايه وانت شو بتعملي فيه؟ الله يبعدهم ويسعدهم اثنيناتهم. الله يبعدهم اثنيناتهم. انت شو؟ انا دعستهم الاثنين. اثنيناتهم. ممنوع بس الواحد بده يتجوز غير مرته ممنوع يطلع فيها. ممنوع خلص. صح؟ اكيد. هو ممنوع. هو طبعا ممنوع. ممنوع. اذا عمل هيك انه خلص. طب شو بيجي الرجال بس يخون مرته؟ شو بيجي؟ طبعا ما بيجي شيء بس انه انت خنتني ما عاد فيك ترجع لي، روح انت وياه وبعده عنه. وانت خلص. خلص انا رح ضم صوتي لصوتكم. ايه. وانا رح اقول ممنوع حدا يتجوز هيك امر. ويسترجي يطلع لبرا. يا لطيف شو بدنا نعمل؟ يسترجع. ثانك يو لكم. ثانك يو. ثانك يو لك. اصحك. اذا كمشيتك مدامتك عم بتخونها مع رفقتها. في خيانه. نعم. شو بتعمل هون مدامتك؟ والله تخرب الجو خرب. شو بتعمل؟ تخرب الجو خرب. يعني بتطلقك؟ لا ما طلقني بس يصير مشاكل. شو ما بتطلقك؟ ما طلقني لا ما طلقني. في خيانه. وحياه القران. بتعرف مرتي شو بتعمل؟ بتعرف مرتي اذا بتكمشني لالي هذا المكمش؟ اي انتوا اللبنان. والله العظيم بتعرف شو بتعمل؟ يمكن بتكبني من فوق. لا انا ما تكبني انا كبر رح اجيب. شو انا خون مرتي؟ بتعرف شو يعني انا خون مرتي؟ هسه هنا كثير صعبه خيانه صعبه كثير. هنا عندي تقريبا اربع خمسه. هون عندك اربع خمسه؟ مدام عم يمزح. مدام والله عم يمزح. عم يمزح. عنده أربع خمسة. أنا 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 عم غطي عنه بس مشان ما يصير فيه طلاق. تاكيو يا كبير. هلا حبيب شكرا. إذا كمشتك مدامتك مدامتك عم بتخونها مع رفقتها شو بتعمل؟ ما بتعمل شيء. مدامتك عادي. كيف يعني عادي؟ بتقلي الله يسامحك بس. بس بتسامحك؟ هي بتسامحك. عم بتخونها؟ إيه عادي. في خيانة؟ إيه هي بتحط اللوم على صاحبتها ما بتحط اللوم علي. بس ما حضرتك هي أمنت فوتتها على بيتها، أمنت إنه جوزها ما بيطلع بحدا. لا بتعرف إنه أنا بحب النسوان. آه بتعرفك. سمعته؟ بتعرفوا مدامته إنه هو بحب النسوان ما في مشكلة. Thank you لك. سلام. إذا كمشت جوزك عم بيخونك مع رفيقتك أنت، شو بتعملي؟ ما بعمل شيء. بحط على عينه وضلني رايحة. بس هي؟ والله كبيرة مدام. والله العظيم كبير. ايه لكن بس هيك بتحطي على عينه؟ بس شفتك انا بس. لاني اذا بتطلقيه ولا ما بتطلقيه؟ بتركه ما بقعد بخليه يشوفني. اه هاي تفكر فيه. سمعته؟ اللي بده يغلط يا ويلي شو بده يصير فيه؟ دغري لوين؟ عم بيت اهله. ابدا. سلمنا على الماما والبابا. ولا تشوفني ولا شوفك. يا لطيف. ايه تنكيو لك. اذا كمشتك مرتك عم بتخونها مع رفقتها برايك شو بيصير؟ هو اذا كمشتها. اذا كمشتني بس انا ما بعملها. يا بي انا بعرف انت ما بتعملها. ما بعملها. ما بعملها لانه يمكن عندك عندك مرتك. عندك مرتك هي الامر. عندي مرتي نص قرن. الله اكبر. 50 سنه. ما بقى ما في اعمل شيء بقى. يمكن بايام ما كنت صغير يمكن. يا كنت تعملها؟ لا لا ما بعملها. لحظه لحظه شو قلت؟ لا لا بايام شو كنت صغير كنت ولا كنت تعملها؟ لا بيناتنا ما بعمل. ما احكي يا شي ما والله ما مش لحلا ما لحلا. انا عاقل لك لو كنت شاب بعدني مثلا كان عندي شو بيقولوا طيشانه وهيك تعملها. ممكن ممكن بتخون مرتك قمر. مرتك مثل القمر. مرتك ما بخون ما بخون والله. مرتك مثل القمر. انا بحبها. قد بتحبها؟ بحبها لاخر العمر. بقدم واجي لا 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 بتطير وغني. لا لا ما بدي اياه. شو اخر العمر؟ ها هي ليكم مدام طمين. بس حبينا نساله كل واحد سؤال لنشوف. انا بحبك حبيبي. انت والله بحبك. انا كمان بحبك لانه عندك نهفات حلوه.
حبيبي قريب. ثانكيو لكم. شوف الله بحبني لشوفه. نحن بكل صراحه بنسال هذا السؤال مدام، هذا السؤال في منه يعني ما رح اقول كثير 50%، بس في 30% بتصير هالقصص هلا عم بيصيروا. اذا كمشتك مرتك عم بتخونها مع رفقتها هي، شو بيصير هون؟ شو بيصير عنا؟ انا مش بيصير عنا اكيد بتطلب الانفصال اكيد. انفصال اكيد. بس اكيد طبعا. ايه برايك يعني ما بتعمل شيء ثاني؟ ما بتعمل لا مشكل؟ لا لا ما ما بتعمل مشكل. طب هلا هي عم تحضرنا، برايك هي ما رح تعرف انه انت عم بتخونها؟ لانك انت قلت بتصير انفصال، يعني انت عم بتخون. لا ما ما بس هلا بعدك عم بتقلي ما بصير هلا بعدك عم بتقلي بصير. انا ومرتي متزوجين عن حب. في نسبة رجال كثير يعني نسبة 40% بخونوا نسوينهم. ايه في موجودة مو 40 النسبة قليلة مو 40% قال كمان أكثر يعني هيدا واحد بده. ثانك يو لك. شكرا. إذا مرتي كمشتني عم خونها مع رفقتها، أول شغلة بكون بلا أصل، ثاني شغلة بكون شو هالرجل الشهم، وثالث شغلة يعني واو 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 يعني رجل من رفع الراس فيه. لك يا كبير بس تجرب تعمل هالشغلات تبقى أفكر إنه تكون عندك بنت وبنات والله يعمل فيهم مثل ما عم تعمل بهالبنات. روح يا كبير.